السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، عامكم طيب وعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف ألف خير، ومصرنا الحبيبة ووطننا العربي ووطننا الإسلامي في كل مكان في كل أرجاء الأرض بيتفرجوا على قناة الصحة والجمال. النهاردة بنقول لكم عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير، مع أول أيام عيد الفطر المبارك. أسأل الله العظيم أنه يجعله عيد طيب مبارك علينا وعلى الأمة في وسط التحديات اللي بتقابل الوطن. النهاردة احنا مصممين نفرح ونعيد سنة العيد والفرحة، موجودين معاكم في برنامج فرحة العيد مع مجموعة من أجمل الأطفال النهاردة، ونسمع مجموعة من المواهب ونشوف كده أخبار العيد إيه. خلونا نبدأ معاكم وفرحة العيد. أهلا وسهلا بالحبايب، مهند محمود والمؤيد، المؤيد محمود مش كده، عمار ياسر، الرميساء محمود، اهلا وسهلا، وايات، ايات محمود، وايمان عبد السلام، اهلا وسهلا بكم جميعا. وانا سعيد ان انتم موجودين معايا في الفقره الاولى من برنامج فرحه العيد. وخلونا نتكلم الاول كده عن العيد واحوال العيد، ابدا كده من اليمين بمهند. قول لي يا مهند، خدت عيديه ولا لا؟ كام؟ امسك المايك، اديله المايك فين لو سمحت، خلي المايك في ايدك كده وقربه من بقك لو سمحت. 135. ما تشغلش بالك، هو شغال. 135. ده مين اللي اداك المبلغ الرائع ده؟ بابا اداني 50 وصاحب بابا اداني 50 وكده. ما شاء الله، هتعمل ايه بقى بال 135 يا مهند؟ حوش عشان اجيب عجله. ممكن اطلع للفقراء. وممكن تطلع للفقراء، يعني انت متعود على انك دايما كده الصدقات والحاجات دي مش كده؟ انا عارف ان باباك دكتور من دكاتره الازهر الكبار واحد الائمه الكبار، يعني مش كده؟ ربنا يبارك فيه. طيب مهند، احنا هنتكلم عن العيد بس خليني الاول نبدا كده. انا عارف ان انت صوتك حلو في القران يا مهند، سمعنا ايه كده؟ في سوره مريم. يلا جزء من سوره مريم، اتفضل. قرب المايك من بقك بقى. واذكر في الكتاب مريم. مش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا راجل. قول. لا مش في سرك، خلي الناس تسمع. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعلها آية ورحمة للناس وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم، ما شاء الله ما شاء الله. دي سورة مريم، أنت بتحب سورة مريم مش كده؟ أنا هرجع لك تاني بس خلينا الأول نروح الناحية التانية كده على الحاجات الجميلة اللي قاعدة قدامنا دي. ممكن تناولهم الميكروفون لو سمحت؟ ممكن تعديله ميكروفون كده؟ اتفضل وانت قاعد. يلا. ايمان عبد السلام. ايوه انا. عامله ايه يا ايمان؟ الحمد لله كويس. قولي لي يا ايمان بقى الاول، انت شفت القراءه بتاعت المهند؟ طب مديله جايزه؟ اكيد. ولا نديله هديه؟ لا جايزه هديه. قوم اختار لك جايزه من دولت يا مهند. يلا. ها احسنت، جميل. قولي لي بقى ست البنات، انت الاول في سنه كام؟ انا داخله ثالثه اعدادي ان شاء الله. داخله لوحدك ولا بنتي والاسره ولا داخله جمعيه ولا ايه؟ لا حلوه، داخله لوحدك دي، راحه ثالثه اعدادي. ما شاء الله. قولي لي بقى العيد في البيت السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها واحساس العيد، هل العيد السنه دي زي كل سنه؟ دايما طبعا العيد بيبقى فرحه في كل بيوت المصريين، وكل الناس طبعا بتستنى العيد من السنه للسنه، فبتبقى حاجه جميله جدا لما يجي عيد كده مع اهالينا وكلنا مع بعض بنبقى فرحانين. بس للاسف في خلال ظروف كورونا مش عارفين نعيد كويس. يعني اقول لك على سر؟ اتفضل. كنت زمان عايز انام بالليل باللبس الجديد بتاع العيد، وكنت بقى اخد علقه تمام وانام معايا وانا صغير. ليه بقى؟ ما هو مش عايزيني بقى ابوظ اللبس، وانا مصمم وراسي الف سيف، وكانت بتبقى مشكله كبيره جدا جدا بيني وبين امي الله يغفر لها ويسامحها. بس كان برضو صدقيني العيد زمان كان ليه طعم. طبعا مش عارف، انا بشاركك الراي يا ايمان. طيب قولي لي يا ايمان، خدت عيديه؟ مين اللي ادالك العيديه؟ بابا ومامتي واختي الكبار، اخواتي الكبار كلهم. انت ليكي اخوات كبار يعني؟ خدتي كام بقى عيديه بقى؟
أيوة. تقريبا 100 جنيه كل اللي معاكي 100 جنيه وكل واحد عايز عليكي ب 10 جنيه ولا ايه؟ حاجه شبه كده. ده ايه الكلام ده؟ ده احنا هنتخانق معاهم كده بقى. ايمان لسه هرجع تاني لما ترجعي لازم، وانا هنوصيهم دلوقتي واحنا على الهوا، لازم العيديه بتاعتك تبقى جميله. انا عرفت بقى ان انت هتقولي لنا بقى، انت معاكي قران واحاديث ومعاكي حاجات جميله قوي، بس انا حابب نسمع انشوده منك. يلا سمعينا انشوده حلوه كده. قربي الميكروفون منك بقى. يلا. الله 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 على نور رسول الله. 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 طه اللي في المعنى حب مجمعنا. طه اللي في المعنى حب مجمعنا. يلي انتو هنا معنا حي رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. سيدنا النبي حنين سهل كده ولين. سيدنا النبي حنين سهل كده ولين. صلى الله عليه وسلم. اللي بعدها جميل صوتك يا ايمان، ما شاء الله عليك، يعني جميل صوتك في الانشاد، الله اكبر عليك، ربنا يحفظك. قلتي راحه ثالثه اعدادي؟ ما شاء الله ما شاء الله. وخلي بالك هنسمع منك حاجه تانية غير يعني سيدنا النبي الحنيه، هنسمع منك حاجه تانية ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك وهرجع لك تاني، بس هنرجع بقى الناحيه دي مع عمار ياسر. ها ندي له كده الميكروفون. خدي يا عمار منها الميكروفون وتفضلي حضرتك بقى، اختاري لك هديه من اللي موجودين. ايوه اختاري لك هديه كده. في بسكويت بقى بس مش هديكي دلوقتي، مش هينفع ناكل على الهوا يعني. عمار ياسر المنشد الجميل وصاحب الصوت الطيب. سنه كام يا عمار؟ ثالثه اعدادي. في ثالثه وراح اولى ولا ثالثه رايح ثالثه؟ لا رايح اولى سنه. رايح اولى خلاص، يعني خلصنا الاعداديه الحمد لله يعني. ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك. خلي بس الميكروفون قريب منك. قول لي يا عمار، العيد واجواء العيد والفرق بين العيد وانت صغير شويه والعيد دلوقتي، كلمني كده على احوال العيد عندكم، يعني بتعمل ايه في العيد؟ دايما العيد في كل مكان وكل منطقه وكل امه اسلاميه بيبقى العيد ليه طعم تاني. ودايما اي حاجه قديمه بتبقى احلى من الجديده. يعني العيد زمان كان افضل. العيد زمان طبعا احلى من دلوقتي. ايه الفرق دلوقتي؟ في جائحه كورونا وظروف بتمر بيها البلاد فالعيد مش زي الاول. مفيش التزاور، مفيش صله الرحم، مفيش الخروج. صله الرحم موجوده بس مش زي الاول. الاماكن الخروج مفيش، وفي قلق من كورونا الخوف مخلي الناس مش عارفه تعيد وتفرح. مش عارفه تعيد كويس، بس احنا مصممين نفرح ونعيد يا عمار. بالظبط. ها خدت هديه يا عمار؟ الحمد لله. العيديه بتاعتك دي زادت، الحاجه الوحيده اللي بقت بتزيد. ها ولا برضو كورونا اثرت في العيديه بتاعتك؟ يعني اثرت برضو. ايه الكورونا عاملاه فينا ده؟ خدت كام هديه؟ 200. طيب ماشي، احنا هنشكر بقى فضيله الشيخ ياسر ابوه. يعني ان هو بس انا عارف ان انت كان عندك دور كبير قوي قوي في رمضان في مع والدك، لان انتوا عندكم جمعيه خيريه مش كده؟ وعارف ان انت كنت واقف يعني دايما كده بتساعد ومن المتطوعين في الجمعيه. بتعمل ايه في رمضان يا عمار؟ كنت بقف مع الشيفات الصبح في تحضير الاكل بتاع الوجبات، والعصر بعد العصر يعني بنبدا تغليف للوجبات عشان تتوزع قبل المغرب بساعه. كنت بتوزع برضو؟ لا انا كنت فوق بس. كم متطوع بقى انتوا؟ كنتوا كم متطوع كده وكم واحد من كتير. سنك؟ كتير كان ناس بتيجي كتير. مين كم واحد من سنك؟ يعني من سننا كان في بتاع 7. ما شاء الله. يعني رمضان صحاب. كان في شغل يعني. كان مجمعنا في الحته دي. طيب هرجع اكلمك تاني عن موضوع التطوع، لانه نقطة جميلة جدا جدا، وعلى الجهد الكبير اللي بيبذل في الجمعية عندكم. ولكن انا محتاج اسمع منك بقى حاجة جميلة من صوتك الطيب ده، شوف هتسمعنا ايه. اقرأ من سورة الفرقان. يلا.
اسند ظهرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. أنا عرفت إن كمان أنت يعني بتدرس دلوقتي قراءة القرآن بحقوقه وبالمقامات عشان بتجود صوتك كده عشان أنت حابب قوي إن أنت في الفترة اللي جاية يعني إيه نسمع منك القرآن بالشكل الرائع الجميل ده. بدأت دلوقتي مع الدكتور حسام صقر. ما شاء الله الله أكبر. بدأت التدريب يعني إن شاء الله كان أول محاضرة من 5 أيام كده. طيب لعل إن شاء الله الفترة اللي جاية نستضيفك بعد ما تخلص بقى ونسمع منك الكلام الجميل كله يعني إن شاء الله. ربنا يحفظك. وبرضه معايا زميلي بس هو ما جاش معانا النهاردة. زميلك كنا نتمنى نروح إحنا الاتنين بنروح مع الدكتور. كنا نتمنى نكون معاك ولكن إن شاء الله الفترة اللي جاية إن شاء الله. أنا بشكرك يا عمور، هرجع لك تاني نتكلم على التطوع وعن رمضان وإزاي خرجنا من رمضان للعيد وفرحة العيد. أنا فاكر أهو هكلمك في الموضوع ده، بس خلي بقى نشوف المؤيد الأول، اديله قبل ما ينام مننا. بس أنت بردان ولا إيه يا مؤيد؟ قرب الميكروفون منك لو سمحت. أنا عارف بقى إن أنت ما شاء الله عليك شقي جدا والطيابة اللي أنت فيها دي مش بص ما قول لي بقى، خدت عادية ولا لأ؟ قرب الميكروفون. خدت عادية؟ كام؟ الحقوا يا مهند. مية. مية بس؟ مين اللي اديها لك؟ بابا. سيبه يا عمار، هو شاطر. الناس اداني فلوس وبابا واصحابي. طب استنى خلي طيب بص ماشي. بص يا مؤيد، يعني انت خدت 100 جنيه هتعمل بيها ايه بقى؟ احوش عشان اجيبها عجلة سكوتر زي مهند. انت عايز تجيب عجلة سكوتر زي مهند؟ طب ما تخلي مهند يجيب العجلة وتركب معاها وانت تعمل حاجة تانية. لا كل واحد يبقى له عجلة لوحده؟ سكوتر وهو عجلة. طيب بص بقى، انا عارف ان انت ما شاء الله عليك شاطر جدا صح؟ وحافظ قرآن كتير صح ولا لا؟ ولا ايه؟ حافظ ولا مش حافظ؟ طب عايز تقول ايه؟ قل ولا احد حتى؟ لا. امال عايز تقول ايه؟ قل اعوذ برب الناس؟ طب قول قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ده انت ما فطرتش يا مؤيد. يا مؤيد ده انت فطرت. سيب الميكروفون بس من تحت، قرب الميكروفون من بقك كده. انت فطرت؟ طب انا هسألك سؤال، انت عارف الديك؟ الديك عارف صوته ازاي؟ صوته بيعمل ازاي الديك؟ بيعمل ازاي؟ بيناولو ولا بيهوهو؟ الديك بيعمل ازاي؟ لحسن جدك بيتفرج عليك في البلد دلوقتي، هقرب الميكروفون من بقك. طب الديك بيبيض ولا بيولد؟ بيبيض. ما شاء الله، ده انت بوظت الدنيا، ده احنا ده القضيه كلها وبوك هتتخانق معاك النهارده. خليت الديك يبيض
هات يا عم الميكروفون يا عم، ودي الميكروفون الناحيه الثانيه، ده انت وقعتك واقعه. ده عمك ناصر دلوقتي، زمانه ايه؟ ينفع كده؟ خليت يديك بيد يا راجل. ست البنات ايات محمود، سنه كام يا ايات؟ اولى اعدادي. في اولى اعدادي؟ في اولى اعدادي؟ متاكده؟ يعني انت نجحتي في سنه سته بقى وراح اولى اعدادي؟ لا انا اصلا خلصت اولى اعدادي ودخلت تاني. طيب خليكي معايا دقيقه واحده عشان انا معايا مداخله، حد من الناس الجميله قوي قوي قوي، اصحاب الطله الرائعه على الشاشه، جاي عامل مداخله دلوقتي معانا. مداخله المقدم الرائع الاستاذ احمد سعيد. استاذ احمد السعيد، السلام عليكم دكتور طارق. اهلا وسهلا بالغالي صاحب الطله الجميله. اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يبارك فيك ويحفظك. انا قاعد والله في الاجواء الجميله بتاعت العيد بتفرج على البرنامج بتاع حضرتك وضيوفك الصغيرين الجمال دول، ما شاء الله عليهم مبدعين واصوات جميله. ربنا يبارك فيك. ومستمتع بالحلقه فعلا يعني. المعلم الجميل صاحب برنامج من افضل البرامج اللي بتقدم، صاحب المحتوى الرائع، برنامج مدرس على الهوى. احنا بنتكلم مع جبل من الجبال الرائعه واللي بيقدم فعلا ما نفتقده هذه الايام. انا سعيد جدا بالمداخله بتاعت حضرتك وانك فعلا بتشوف البرنامج دلوقتي وبتتكلم مع الاولاد. ربنا يبارك فيك. وحضرتك مستضيف مجموعه من الاطفال الصغيرين، بصراحه اصوات جميله ومبدعه، وربنا يكرمهم في المستقبل كده يعني ان شاء الله. بس انا مش عايز اضيع الفرصه دي، وعايز استفيد من وجود يعني اعلامي بيقدم اعلام راقي في هذه الايام، وعايز اقول البرنامج بتاع حضرتك ومدى التطور الرائع اللي بيحصل فيه ورؤيتك للفتره اللي جايه ايه؟ هو الحمد لله رب العالمين، يعني احنا بنحاول نواكب التطور اللي بيحدث دلوقتي في التربيه والتعليم بصفه عامه، وهو الاتجاه الى الاعلام المرئي والمسموع بعيدا عن الشرح التقليدي اللي هو القديم. فبنحاول البرنامج بتاعنا يعتبر قائم على معانا مجموعه من كوادر المواد المختلفه على مستوى الجمهوريه في الثانويه العامه. ما شاء الله. من جميع المحافظات. يعني طبعا يعتبر بنحاول بننتقي افضل المدرسين في جميع المحافظات بحيث بيقدموا الماده العلميه للطلبه بتاعتنا على مستوى الجمهوريه اللي بيتابعوا البرنامج. وبالتالي بنستفيد من خبرات يعني قمم من المدرسين من مختلف المحافظات عشان نقدم علمهم وخبراتهم بالنسبه للطلبه على مستوى الجمهوريه. الحقيقه انا يعني وصلني انه الثانويه العامه يمكن عدد كبير جدا جدا من المهتمين ومن طلبه الثانويه العامه بيبقى يعني منتظر اللقاء بتاعك والبرنامج بتاعك لما تقدمه من محتوى الحقيقه جيد. ولكن عايز اسال، في وسط التحديات اللي احنا بنمر بيها في البلد، هل الاولاد السنه دي هتعرف تفرح ولا الرعب مازال مستمر؟ طمني. هو عشان اكون صريح مع حضرتك، هو يعتبر الموضوع يعني كسر القرارات في الفتره الماضيه عامل نوع من انواع التخبط بالنسبه للطلبه معايا. نعم. بس اكيد ده طبعا هيتم مراعاته في الامتحان وفي السيستم الجديد، واخد بالك. احنا نتمنى ان الموضوع تدريجيا يعني اي قرار يتاخد بعد كده يبقى مدروس قبليها، بحيث يبقى لما يطبق على ارض الواقع يتنافس بشكل جيد. يعني انا طبعا بضم، احنا 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 يعني حضرتك بالنسبه لي انا وكل المدرسين على مستوى الجمهوريه مفيش حد ضد التطوير، كله بيتمنى التطوير، ولكن التطوير المدروس. صحيح. أنا طبعا بضم صوتي لصوت حضرتك، ولكن ده هيخليني برضو أوجه شكر لكل القائمين على العمليات التعليمية في مصر نتيجة الضغوط الرهيبة والتحديات الرهيبة اللي بتحصل. وفي ظل هذه الأمور الحمد لله تقريبا شبه مستقرة، وفي محاولات مستمرة يمكن أنتوا تلمسوها أهل العلم، يعني بأنه بيحاولوا يعني يواكبوا التطورات والأمور اللي بتحصل دي. ولكن تاني احنا مستنيين طلتك الجميله عشان تطمن ولادنا كلهم على مستوى الجمهوريه اللي هم اسره الثانويه العامه. وتاني بقول انا بشكرك الاستاذ احمد السعيد صاحب البرنامج الراقي الجميل اللي فعلا بيقدم محتوى بيطمن بجد وبيقول انه لسه في خير. انا بشكر حضرتك لوجودك معانا يا استاذ احمد. كل سنه وانت طيب وعيدك مبارك يا حبيبي، ربنا يحفظك. معلم من المعلمين الكبار وكان بيقدم برنامج راقي جدا، وان شاء الله باذن الله هنتابعه. قولي لي يا ايات، انت قلتي لي في سنه اولى اعدادي وعندك اخوات؟ اه. كام؟ بنتين وولد. ما شاء الله تبارك الله. خدت عاديه؟ اه. كام؟
الاعداديه بتاعت الاعداديه بتاعت الابتدائيه كام؟ تقريبا 70. 70؟ اه ما هو الاعداديه واخده 200 فالابتدائيه تاخد 70. ده صعب قوي الكلام ده، ينفع كده؟ 70 بس؟ عادي. هتعملي بقى ايه بقى؟ حوش. شوكولاتات وبسكوتات وكده وبتاع؟ لا لا. ولا برضه بنحوش؟ حوش. كل البنات بتقول بحوش وفي الاخر خالص كله بيضيع على الايس كريم. ها؟ طيب قولي لي بقى، انا عارف ان انت ما شاء الله عليكي صوتك طيب جدا في القران، وهتسمعيني حاجه كده. هقرا في الفتح. في الفتح؟ يلا نقرا في الفتح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله. ما شاء الله. مين اللي بيحفظك بالتجويد؟ هو انا بحفظ في المسجد بس برضو اخواتي يعني متابعين معايا عشان هم حملوا. مين معلمتك اللي عايزه تبعت لها رساله شكر دلوقتي؟ مين هي؟ اختي. وتقولي لها ايه؟ شكرا. اختك اسمها ايه؟ الاء. طب قولي لها كده كل سنه وانت طيبه يا اجمل اخت في الدنيا. كل سنه وانت طيبه يا اجمل اخت في الدنيا. عشان هي لو فعلا يعني بتتابع معاكي كده بقراءتك الطيبه دي تستحق الشكر والتقدير. احنا من هنا بنقول لها يا اجمل الاء في الدنيا كلها كل سنه وانت طيبه. هي كمان هي اختي اللي محفظني يعني. ما شاء الله. واسره التحفيظ في الجمعيه برضو مش هننساها يعني. لا برضو هم برضو يعني. طيب خدي بقى هديه. وعمار ما خدتش هديه، خد هديه. والمؤيد ما خدتش هديه، خد هديه. على فكره دي بتنور. ها انورها لكم ولا تنوروها انتم؟ لا خد هديه. ها ماشي. يلا عشان احنا عشان الوقت ما يعديش، احنا لسه معانا شويه. يلا دي بتنور دي، خلي بالك. انا بشكرك. انت اديت رميساء كده على طول؟ ماشي. رميساء كانت هتنام مننا. ازيك يا رميساء؟ عامله ايه؟ وقربي المايك من بقك كده. انت في سنه كام يا رميساء؟ خمسه دخلت. ارجعي شويه كده، اسندي ظهرك كده. لا أي ماشي. انت في سنه خمسه؟ دخلت سته. راحه سته؟ طيب. انا عارف بقى ان انت ما شاء الله عليكي بقى. الاول خدت عاديه ولا لا؟ اه. انت صحيتي امتى النهارده؟ ما نمتش. ما نمناش من امبارح صح؟ يعني كده ممكن لو انا سبتك شويه يصحوكي يعني. لا طب احنا هنلحقك بقى ايه وانت لسه كده فيكي شويه. خدت عاديه قد ايه؟ 90 جنيه. الله، يعني سنه اولى اعدادي تاخد 70 وسنه خمسه تاخد 90؟ ايه الحسابات دي؟ احنا عايزين نوحد الموضوع ده في مصر كلها. ها؟ لسه العيله ما هو ما ينفعش تاخد في سنه خمسه تاخد 90 جنيه. يا مؤيد ممكن تروح كده في النص شويه عشان انت كده الشكل العام. ايوه بس اسند ظهرك يا قمر. طيب قولي لي بقى يا رميساء،
90 جنيه دولت هيتوزعوا ازاي؟ عشان انا عارف ان انت اخت واحده على 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 الاثنين صبيان دول صح؟ انا هحوشهم. برضه هتجيبي عجله وسكوتر برضه؟ امال ايه؟ هجيب لعبه. هتجيبي لعبه؟ ماشي انا موافق، اكيد هتجيبي لعبه حلوه. قولي لي بقى، انا عارف ان انت صوتك حلو في القران، هتقراي منين؟ من صوت الحجز. بس قبل ما تقراي، لو عايزه تبعتي رساله حب تبعتيها لمين؟ لماما وبابا. تقولي لهم ايه؟ قربي الميكروفون. كل سنه وانتم طيبين. طب كل واحد لوحده تقولي له ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا امي. يلا قولي لها. طيب كل سنه وانت طيبه يا امي. وابوكي؟ كل سنه وانت طيب يا بابا. كل سنه وانت طيب يا دكتور محمود، مش كده؟ طب وستك وجدك اللي في البلد دول؟ كل سنه وانتم طيبين برضه. بس كده؟ ماشي شويه كده ونتكلم معاهم تاني. طب اتفضلي تقراي منين؟ اولهم اول الحج. اول الحج؟ يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. صدق الله العظيم. كنت بشوفك تلعبي كده جنب المسجد، تخش المسجد كده تقعدي تضايقي في المصلين، صحيح؟ بس انت بقى دلوقتي خلاص راح سنه سته، بقى هتضايقي في مين؟ ماما. في ماما صح؟ طب انا هسالك سؤال بقى، معلش، عشان اعرف ان انت من اسيوط، من القصيه، من بوق، صح كده؟ والبلد بتاعتكم دي جميله جدا جدا يعني. لما بتروحي البلد بتعملي ايه بقى؟ بفضل العب وافرح وفرحانه جدا. تركبوا بقى الحمار ونمشي. تركبوا الحمار وتمشوا. العيد في البلد حلو ولا في القاهره حلو؟ بصراحه في البلد. في البلد احلى صح؟ طيب بتحبي تشوفي مين في البلد؟ جد وتيتا وعيال عمي كلهم ناس. والأجمل اكله تحبي تاكليها في البلد ايه؟ مكرونه بشاميل. مكرونه بالبشاميل في البلد؟ يعني انا مسافر البلد في العيد عشان اكل مكرونه بالبشاميل؟ ده ايه الكلام ده؟ امال هناكل ايه هنا بقى في مصر بقى؟ بتاو؟ انت بتضحكي؟ طيب ماشي. ادي اللي هات الميكروفون هنا عشان انا عايز خدت الهديه بتاعتك يا مؤيد؟ طب هات الميكروفون كده لمهند. انا رجعت لك تاني بقى عشان انا ايه؟ انت وعدتني يعني. ايوه خلي بالك كده. ايه التيشيرت الحلو ده بقى؟ انت بتحب اللون الاحمر يعني؟ قرب الميكروفون من بقك. لونه ايه ده؟ اخضر فاتح فابيض فاحمر. اخضر فاتح صح؟ والاخضر الغامق ولا الاخضر القافل؟ هما الاثنين واحد. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا في العيد، عايز تقول لي دلوقتي اجمل عيد عدى عليك؟ العيد الكبير اللي فات والعيد الصغير برضو اللي فات، دول كانوا اجمل عيد صح؟ ليه بقى يا مؤيد؟ عشان قضيتهم في البلد. انت بتحب تروح البلد صح؟ بتحس بعيد اللي هو بجد، بتلف وبتجري وبتلعب، بتحس بحريه، مفيش حاجه هناك اسمها كورونا وكده. ما بتبقاش محبوس، الاماكن مقفوله، كل حاجه عندك مفتوحه، تروح في اي حته، بتبقى عارف قرايبك مش بعيد عنهم، بيبقوا قريبين. خلي الميكروفون قريب منك عشان الناس تسمع. بيبقوا قريبين منك، بيبقوا حواليك، بتبقى عارف الخضره بقى والاماكن المفتوحه ها، وبتعرف تجري وبتروح في حتت، وبتعرف عيال عمك وبيعرفوك على اصحاب ثانيه، التزاور وصله الرحم وناس قرايبك بيبقوا جنبك كتير، بتروح تلعب براحتك، تقعد لغايه بالليل ما حدش يجي ياكلك، يلا اطلع انت عند حد غريب، بتفضل قاعد. انت عارف انت بتقول ايه؟ انت لخصت يعني وجع جامد جدا. انت قلت اجمل حاجه ممكن تتقالي النهارده يا مؤيد، يا مهند. عارف انت قلت ايه؟ قلت انه المزال العيد في الارياف واخد الطبع وجميل واحلى صح؟ وعمره ما هيتغير. عمره ما هيتغير حتى لو كورونا او من غير كورونا او اي حاجه. يعني التحديات دي مش بتاثر في ولادنا في الارياف بيعرفوا يفرحوا، واحنا اللي كنا فاكرين ان احنا بنفرح في المدن هنا صح؟ ده بياخدوا على قفاهم هنا بصراحه. مع الاعتذار طبعا للكلام اللي بيقوله، ولكن انا موافق يعني، هنا محبوسين.
الاماكن مقفوله ما فيش حد ما تقدرش تخرج بيبقى خايفين عليك وفي حراميه هناك ما فيش ولا كده في حراميه كتير انما هناك ما فيش حد يقدر يعمل حد حاجه ولا حد في امان محدش يجرؤ هناك صح كده طب لو حد فكر يعمل حاجه ايه اللي هيحصل هياخد على وشه صح كده هيتجاب طب ومظاهر الفرح فهناك في مراجيح بقى وفي اماكن في ملاهي وفي تكات كده بيلزقوا فيها مناديل ويركبوا ويتشعلوا فيها ويفضل تجري ويلعب ويعمل كل اللي هو عايزه ده انت شغلانتك طبعا هرجع لك تاني ده انت قلت احلى كلام النهارده ادي الميكروفون لعمار يا عمار انت موافق على الكلام ده ده انت جاي دلوقتي حاضر ايه قرب الميكروفون موافق على الكلام ده مش كله الجزء اللي انت موافق عليه اللي هو الحريه اللي هناك العيد هناك احلى انت قرب الميكروفون بس عشان نسمع الحريه في الخروج والفسح مش كده انا شفتك هناك وانت راكب الحمار بالمشقلب صح ولا لا لا ما حصلش ما حصلش يعني ما ركبتوش بالمشقلب ركبته عدل طبعا تعرف تسوق ايوه والفرامل بتاعته فين في اللجام في اللجام صح كده طب هو دلوقتي لازم نرد على الكلام بتاعه يعني العيد هنا احلى والناس هنا تعرف تفرح ولا العيد في القرى والارياف احلى على حسب الناس على حسب الناس يعني انت بتعرف تفرح هنا كل واحد لو عايز يفرح يعرف يفرح بتفرح ازاي هنا يا عمار هنا مش لازم الخروج ولازم في حاجات كتير وسائل الفرح غير الخروج وغير الفسح زي ايه يا بطل زي مثلا لمه العيله في البيت الكلام في وسط العيله الحوار زي كده في البيت حاجات كتير ينفع تعمل التواصل الاسري ده بيفرح بالظبط جميل طيب يا مؤيد خد الميكروفون كده دلوقتي المهند بيقول ان انت صوتك حلو وبتعرف حافظ انشوده بتعرف تقول انشوده حافظ انشوده امال حافظ ايه نقول معاه نقول معاه يلا خليه يقول هيقول ايه يا رميساء ها مش عارفه هو بيقول ايه هو انت لما بتروح البلد بتعمل ايه يا مؤيد خلي الميكروفون قريب من بقك بروح العب تلعب مع مين بقى هناك مع ولاد عمي وبتضايق الجاموسه بقى هناك وكده ولا ما بتحلبش الجاموسه مين اللي بيحلب البقره هناك تيتا وجدو هما اللي بيحلبوا البقره ويسقوك اللبن واحسن اكله هناك بتطلبها من جدتك لما بتروح ايه تقول لها اعملي لي اكل ايه قرب الميكروفون مكرونه برضه مكرونه بالبشاميل هو تخصص يعني ولا ايه ما احسن ناس يعملوا مكرونه بالبشاميل هناك ولا ايه والرز المعمر لا ما بحبوش ما بتحبوش مش عارف انا والله العظيم انت غريب جدا يا شيخ بتركب بقى بتركب حمار ولا بتركب كلب بقى ولا بتركب ايه هناك بركب حمار بتعرف تطوله يعني ولا مين اللي بيركبك بعرف بتعرف كيف بطلع العربيه بس بتتصرف يعني بتسوق مع جدو وتسوق مع جدك بتروح مع اخوك بقى هناك في الحتت البعيده ديت وتلعبوا كده مين احسن واحد من صحابك هناك بتحب تلعب معاه ضياء بس عشان هو ولد يلعب مع الولاد طيب انت ضياء دلوقتي بيسمعك تقول لي ضياء ايه بقى كل سنه وانت طيب كل سنه وانت طيب يا ضياء وتقول لي جدو وسته ايه كل سنة وانت طيبة يا تيتا وجدك كل سنة وانت طيبة علي صوتك يا جدو ايه ده يا عم علي صوتك يا عم احنا بنات علي قول يلا كل سنة وانت طيبة يا تيتا وجدو بقى كل سنة وانت طيب يا جدو وعمتك عشان هو بيغششك اقول عمتك يلا كل سنة وانت طيبة يا عمتك بقول لك ايه يا مؤيد انا عايز اقول لك على حاجة خطيرة جدا دلوقتي انت بعد الكلام الحلو اللي قلته ده لازم تاخد عيديه كبيره صح امسك بقى الميكروفون بقى واول ما تروح دلوقتي قول لها ماما يا امي اول ما اروح تديني عيديه كبيره قول لها قول يلا يا ماما اول ما اروح اديني عيديه كبيره 100 جنيه 100 جنيه خلاص كده احنا دبسناهم على الهوا اهو هات الميكروفون بقى ودي الميكروفون عند البنات انت عارف بقى لو ما ادوكش بقى اتصرف انت معاهم بقى ماشي يا ادي الميكروفون لايمان ايمان عبد السلام احنا اتاخرنا عليك يا صاحبه الصوت الجميل انا لسه بقى مصمم على انك تقول لنا انشوده تانية انا الصراحه حضرت الله الله بس اللي وقع مني دي طب قمر مش حافظه قمر ونقول معاكي اول حته
اول جزء منها بس بطريقه ثانيه. طب قوليها كده يلا نسمع معاك. واجمل منك لم تر قط عين، واكمل منك لن تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. بس كده جميل جدا صلى الله عليه وسلم، فكرتينا بالكلام الجميل الطيب رائع، ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. وصوتك في القرآن أكبره إيه بقى؟ جميل؟ هتقرأي لنا إيه بقى؟ أقرأ حاجة من البقرة الجزء الثاني. طب اتفضلي يلا. بسم الله. ماشي. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إن شاء الله ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. برضه قلت لي مين اللي بيحفظك؟ أنا بحفظ مع مدرسة تبع مسجد أبو سلام اسمها ميس عزة. تقولي إيه لأبلة عزة بقى دلوقتي وهي بتسمعك دلوقتي على صوتك الطيب ده؟ أكيد دلوقتي طبعا هشكرها لأنها ليها فضل كبير جدا عليا، هي اللي وصلتني المكان زي ده. طبعا ربنا سخرها ليا وكده، بس ميس عزة طبعا بشكرها لأنها دايما كانت بتدعمني ودايما بتوقف في ورايا. ولما باجي ولا قدامك ولا جنبك تقولي لها إيه طيب؟ لا طبعا شكرا جدا على اهتمامك الزايد، ودايما لما كنت بغيب كانت دايما بتيجي معايا وتتصل بيا ولا ما تغيبيش وتعالي، فطبعا بديلها كل الشكر وبديلها كل الفضل. وانا مين تاني في ابو سلام؟ لا انا الصراحه كنت مع ميس عزة بس. طب مين في البيت بقى بيساعدك؟ مامتي كانت دايما تدعمني عشان مامتي برضو كانت بتحفظ، دايما تقعد تقولي خلي صوتك حلو ثقي بنفسك. اخواتي على طول يعني ايه معايا على طول. لو حبيتي تبعتي رساله شكر كده ومحبه لماما تقولي لها ايه؟ لا شكرا طبعا. كل سنه وانت طيبه يا امي. كل سنه وانت طيبه يا امي، وكل سنه وانت طيب يا بابا ويا اخواتي كلكم بقى. كل اخواتك سعيد مش كده؟ انت اكبر واحده في اخواتك؟ لا في اكبر منك. مين اكبر واحد؟ عندي اميره، وطبعا بشكرها، اميره اللي عطتني اصلا الشخصيه دي، واسراء اللي حببتني في نفسي اصلا، واسماء اختي الصغيره بقى اللي على طول بنتخانق مع بعض. واميره بقى خدت منك كام عشان تديكي الشخصيه دي؟ ما خدتش منك حاجه؟ لا. انت قلت لي خدت هديه كام؟ 100 جنيه.
واميره خدت كام؟ لا انا ما ببصش على حاجات. ما عرفتيش اميره خدت كام؟ بس انا كام اميره؟ اميره دلوقتي رايحه ثالثه جامعه. لا رايحه ربع جامعه. يعني كنا عايزين نعرف بتوع الجامعه بياخدوا كام اذا كان في 5 واخدين 90 جنيه. انا بشكرك جدا يا ايمان، ربنا يحفظك ويبارك فيكي. وادي بقى الميكروفون لايات. ايات احنا مش هنقرا بقى قران، بس انا عايز اسالك سؤال. دلوقتي المهند هنا بيقول ان العيد في البلاد احسن من هنا، فانا عايز بقى اسمع منك كلام تاني خالص بقى. هل فعلا احنا هنا بنعرف نعيد ونفرح برضو ولا لا؟ اكيد كل انسان هو عايز حاجه. علي بقى حط الميكروفون قريب كده، قولي بقى. كل انسان عايز حاجه هو اللي بيعملها. اجمل عيد عدى عليكي انهي عيد؟ لا ما كانش في ظل كورونا، اللي هو قبل اللي فات. اللي فات؟ لا اللي قبله. اللي هو قبل كورونا خرجتي بقى وعملتي ايه وكده احكيلي. خرجنا واتلمينا سوا كده، انما دلوقتي مفيش. علي صوتك شويه. يعني خرجنا وفرحنا، انما قبليها كان ممكن يعني دلوقتي ممكن مثلا زيارات بسيطه او زيارات بسيطه. بس الاول بقى طبعا كان فيه، ودلوقتي بقى قافلين كل حاجه مفيش حاجه. السنه دي مفيش ولا خروج ولا فصح ولا يعني الموضوع متقفل شويه صح كده؟ ولكن احنا مصممين نفرح. نعمل ايه عشان نفرح في ظل التحديات دي؟ سؤال صعب؟ لا مش صعب. نتزور برضو مع وناخد الاحتياطات بتاعتنا، نلبس الكمامة والمنظفات والحاجات اللي بنحطها مطهرات وكده. ايوه برضو عادي. لازم نساعد البلد. ايه؟ لازم نساعد البلد. نخرج ونتحرك ولكن ناخد احتياطاتنا، ناخد احتياطاتنا عشان نقدر نحد ان الموضوع ده عشان ما نعيش صح كده؟ صح. طب انا عايز اسألك سؤال. لو حبينا نوجه شكر للفرق الطبيه اللي موجوده في مصر اللي شايله جهد كبير جدا، نقول لها ايه يا ايات؟ الدكاتره اللي في كل المستشفيات. نشكركم جدا على جهودكم اللي انتوا قدمتوه عشاننا. انا عايزك تتكلمي لبره مش لجوه، انا مش سامعك. لا بص للكاميرا. نشكركم جدا عشان الجهود اللي انتوا قدمتوه عشان صحتنا وحياتنا تفضل محافظين يعني عليها. طب ادي التليفون لايمان كده. لا لايمان، لايمان هنا. ايمان ايمان تحب تقولي ايه لكل الفرق الطبيه اللي تعبانه معانا دي؟ نقول لها ايه؟ بص للكاميرا. اكيد اشكرهم جدا لان هم في ظل كورونا وما حدش خاف على نفسه ونزلوا رغم الظروف الصعبه، نزلوا كان وعلى طول في المستشفيات وبيشوفوا حالات صعبه جدا، ونفسيتهم رغم كل ده قويه جدا وورانا وبيدعمونا على طول، وعلى قد ما يقدروا بيحبوا يعني اللي هو ايه ما يحسسوش المريض بمرضه. ادي الميكروفون لرميساء. رميساء لو حبينا دلوقتي نوجه رسالة شكر لحد، لمين؟ للأطباء ولا للجنود والعساكر اللي موجودين دلوقتي؟ أنا عايز منك أنت نقول لهم إن أولادنا حاسين بيهم، نقول لهم إيه؟ الأطباء. نقول لهم إيه؟ بص هنا كده. بشكركم جدا اللي أنتوا حافظتوا على صحتنا واجهتوا يعني المرض وعشان تحافظوا على صحتنا إحنا. أنا اللي بشكرك على الكلام الرائع الجميل ده. خلي الميكروفون معاكي. انا مبسوط جدا ان انا كنت معاكم في الفتره ديت. المهند محمود والمؤيد محمود وعمار ياسر صاحب الصوت الجميل. اصحى يا ابني، اصحى يا حبيبي. ايمان عبد السلام، ايات محمود، ورميساء محمود. انا بشكركم جدا ان انتوا كنتوا معايا في برنامج اطفالنا في العيد. ان شاء الله وعد ان احنا نلقاكم في اعياد اخرى باذن الله، وبقول لكم عيدكم مبارك وان شاء الله نلتقيكم تاني. أعزائي المشاهدين اسمحوا لي هنخرج فاصل ونرجع تاني مع مجموعة جديدة من المواهب. انتظرونا ما تروحوش بعيد، فاصل ونرجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم ونكمل معاكم الفقرة التانية من لقاء اليوم، أول أيام عيد الفطر المبارك وبرنامج أطفالنا في العيد. نفرح معاكم ونعيد، وأسأل الله العظيم أنه يكون عيد مبارك علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية وكل اللي بيشاهدونا في كل أرجاء الأرض. قناة الصحة والجمال، هذا المنبر الرائع الجميل اللي أنا متأكد إن كل الناس بتتفرج علينا النهاردة، وإحنا بنقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. ومجموعة جديدة من أفضل وأجمل الأولاد نتعرف معاهم على العيد ومظاهر العيد ونشوف بنفرح في العيد ولا مش عارفين نفرح. هنشوف دلوقتي. ومن على اليمين كده جانا ياسر. سنة كام يا جانا؟ خدي الميكروفون، هاتي الميكروفون من جنبك من فضلك. ادي لجانا، قربي بقى الميكروفون من بقك كده. جانا ياسر سنة كام يا جانا؟ داخلة أولى إعدادي. داخلة لوحدك ولا معاكي حد؟ كنت في ستة الحمد لله ونجحتي؟ طب خلينا نتعرف الأول بعدين أرجع لك تاني. إدي الميكروفون اللي جنبك. اسمك إيه؟ حنين. حنين إيه؟ سي.
رحت المدرسة ولا لسه؟ لسه. في كي جي 2؟ حضرا؟ طيب اتفضلي اتعرف بيكي. سلمى شعبان. سنة كام يا سلمى؟ ستة داخلة أولى إعدادي. راح أقول أنت قد جنى يعني. طيب ادي بقى الميكروفون للحبة السمراء الجميلة اللي جنبك دي. اسمك إيه يا قمر؟ اسمي عيشة سيد علي جبريل. عيشة سيد علي جبريل؟ أنت منين يا عيشة؟ شكلك من أسوان باين. صح كده؟ من الصعيد. تمام، اتفضلي اديها الميكروفون. اسمك ايه يا ست البنات؟ امل شعبي. سنه كام يا امل؟ رابعه وداخله خمسه. طيب ممكن تناولي الميكروفون الناحيه الثانيه للشباب. اتعرف بقى بحضرتك. ادم امير، داخل سنه سته ابتدائي، داخل اولى اعدادي. ما شاء الله. اتفضل الاخوات الجمال. اسمي نور، وداخل خمسة ورايح في رابعة. كنت في رابعة ورايح خمسة؟ ولا ده كنت في خمسة ورايح رابعة؟ لا كنت هيفرق ده برضه، خلي بالك. في رابعة ورايح خمسة؟ اه. طيب ما شاء الله. لا خليه معاك، خليه معاك. وبنشرف بوجود الأستاذ أمير علي. ربنا يخليك سعادتك. بشرف على مجموعة مزارع للموالح. وضيف معانا النهارده، بنعيد معاك على الهواء. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور. ربنا يحفظك. يا رب. هكلم حضرتك في حاجات كتير قوي مهمة، وإزاي نفرح والحاجات اللي مفتقدينها في العيد، بس ببدا دايما كده بضيوفنا الجمال. تمام. اولادنا. واحنا بقى والميكروفون معاك كده، امسك الميكروفون كده يا ادم، وقول لي بقى ادم، العيد السنه دي احسن ولا السنه اللي فاتت احسن ولا ايه؟ لا السنه اللي فاتت طبعا. السنه اللي فاتت طبعا. ايه الثقه دي؟ طب ليه طبعا بقى؟ عشان ما كانش طبعا في كورونا، وما كانش في، لا بس انت ناسي، السنه اللي فاتت كان في كورونا برضه. يبقى اللي قبلها بقى. يبقى اللي قبلها كانت احلى طبعا من السنتين، من السنه دي والسنه اللي فاتت، عشان كنا بنتفسح وكنا بنروح اماكن كتير، لكن دلوقتي احنا قاعدين في البيت مش بنخرج، فيعني هتبقى برضو حاجه يعني محزنه شويه. نص فرحه يعني. بس هينفع نفرح برضو. ازاي يعني؟ لا ده انت اللي هتقول لي ازاي هنفرح ازاي. قرب الميكروفون. يعني مثلا انا واخويا مثلا بنمسك التليفونات وبنلعب، وهنخرج النهارده ان شاء الله. تروح فين بقى؟ مكان زراعي كده، مكان زراعي رايحينه، وهنتفسح فيه، وهنقضي ان شاء الله الثلاث ايام بتوع العيد هناك، انا وعمتي واخويا وعيلتي ان شاء الله اللي هي مامتي واختي. هنروح ان شاء الله، هنروح نقضي. طيب احنا بنعرف هنعرف نفرح اهو برضه يعني. ايوه بس يعني في منفس يعني ان شاء الله. ايوه بس يعني احنا هنقضي 3 ايام في مكان واحد بس، احنا ممكن كنا يعني كل يوم نقضيه في مكان. طيب انا سمعت بقى ان انت النهارده عايز تكلمنا عن سيدنا النبي شويه. طب اتفضل يا ادم. حاضر. هو سيدنا النبي طبعا كان يعني، بس علي صوتك شويه عشان الناس تسمع. حاضر. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاه والسلام، كان يعني بيعطف على الحيوانات. في موقف قبل كده حصل له انا عارفه، اللي هو كان في قطه صغيره، قطه صغيره جت نامت على جلابيته، راح قص الحته اللي كانت نايمه عندها، قص الحته او قطعها وحطها في مكان، عشان كان الجو برد، كان هو نايم وكان الشباك مفتوح، فايه هي جت نامت عند الجلابيه بتاعته، فراح قصص الجلابيه وراح حاططها في مكان دافي شويه، وراح ايه حاطط عليها كده حاجه كده بس مش فاكر ايه هي، حاجه عشان تدفيها شويه. سيدنا النبي كان بيعطف على الحيوانات. كان حنين سيدنا النبي. طبعا عليه الصلاه والسلام. ايه تاني؟ وحديث بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، دخلت امراه النار في هره، لم تطعمها ولا جعلتها تاكل من حشائش الارض. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. فيعني سيدنا النبي طبعا احنا كنا عارفين اللي هو بيعطف على جيرانه وعلى الناس اللي حواليه، ما كانش بيحب يعمل ذنوب، مش ذنوب، ما كانش يعني بيحب يأذي الناس اللي حواليه. فبرضه في حديث بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على النبي. الحديث بتاع الجار الجيران. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
انا مش فاكره كويس. طيب لغايه لما تفتكره. بس انت قلت حاجات حلوه قوي وحركت جوانا حاجات جميله قوي وفكرتنا كده بعطف سيدنا النبي على الحيوانات ورقه سيدنا النبي مع في التعامل مع الجيران والتعامل مع الاهل. واحنا محتاجين فعلا ان احنا نحرك الحاجات دي جوانا تاني ونرجع نتمسك بسنه سيدنا النبي تاني. على ما تفتكر الحديث بتاعك خليني اكلم نور كده ونشوف كده العيد مع نور اخباره ايه. خدت عيديه يا نور؟ اه. خدت كام؟ 200. كام؟ 200. اللي في سنه خمسه بياخد 200 عندكم؟ اه. واللي في سنه اولى اعدادي خد كام؟ 200 برضو. برضو؟ اه يبقى هي ثابته بقى. هي ده انت للطب للاخر يعني. هتعمل بيها ايه بقى يا نور؟ قرب الميكروفون بس. هشحن و هشحن. لعبة احنا انا وقرب بنلعبها اخويا. اه بنلعبها ببجي كده. اه بس ببجي دي حاجه صعبه قوي. ده احنا بالنادي عامل زيها بقى. اه لعبه عامله زيها. اه هشحن فيها. هتضيع فلوسك يعني؟ لا مش كلها. بس انا عايزك بقى دلوقتي فرصه واحنا على الهوا وبنتكلم في موضوع احنا عايزين نفرح وفي العيد. بس ببجي والحاجات اللي زيها دي انا شايف ان هي لعبه يعني مهلكه للفلوس ومهلكه للوقت وللجهد وما فيش منها عائد يعني. يعني هل هي بتزود ذكائك يا نور مش ولا بتضيع الوقت وخلاص؟ بيخلينا نركز لو في حد بيعلي المستوى بتاعي خليني اعرف واحاول اول ما اوصل للمستوى اللي انا عاوزه. خلينا انا مش معاك بقى في الموضوع. يعني ايه مش هنناقش الموضوع دلوقتي. ولكن ببجي والالعاب اللي زيها انا عارف انه في تقرير عنها بتقول ان هي بتعمل مشاكل جامده جدا جدا وبتاثر على الذكاء الاجتماعي عند الاولاد. ولكن عايز اقول لك ايه، انا سالت اخوك فقال لي انه العيد السنه اللي فاتت اللي قبليها كان احسن. طب احنا السنه دي انت بتقول بقى السنه دي بقى هنخرج ونروح منطقه فيها زراعه ونتفسح وكده. صح كده؟ مين لو حابب دلوقتي توصل له او تبعت له رساله شكر وتقول له كل سنه وانت طيب، مين من اللي بيتفرج علينا دلوقتي؟ مين من اهلك؟ مامتي. تقول لها ايه بقى؟ كل سنه وانت طيبه. يا اجمل ام في الدنيا. يا اجمل ام في الدنيا. ماما ادتك جزء من ال 200 جنيه ولا بابا اللي اداك ال 200 جنيه؟ لا بابا اداني ال 200 جنيه. امال ماما هتديك كام؟ قول لها عشان لما تروح تدي لك. هي هتديني النهارده 50 100. انا عارف ان انت شايق قوي يا نور ومكسر الدنيا في البيت ومبوظ الدنيا يعني. مش قوي. مش قوي صح؟ مين من صحابك تحب تقول له كل سنه وانت طيب؟ واحد صاحبي مش مصري من السعوديه اسمه عبد العزيز. هتقول له ايه دلوقتي؟ كل سنه وانت طيب. تعالي صوتك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا عبد العزيز وكل اهلنا في السعوديه. صح كده؟ صح. انا بشكرك يا نور وهرجع لك تاني. هرجع لك تاني. ودي الميكروفون الناحيه الثانيه. خلي الميكروفون معاك يا امل. اسمحي لي بس دقيقه واحده كده. حضرتك مع الاستاذ امير وارجع لك تاني. استاذ امير احنا سعداء بوجودك معانا النهارده. انا سعيد بحضرتك. واحنا بنتكلم على اطفالنا في العيد والحقيقه انه وانت جنبك ادم قال كلام يعني بيوجع شويه. فعايز بس نفتكر مع حضرتك كده واحنا صغيرين كنا بنعرف نفرح ونعرف نعيد. ايه الفرق بين العيد زمان والعيد دلوقتي؟ يعني هو كان العيد زمان طبعا كان في تجمعات كنا نقدر فيه زيارات نقدر نروح في الأقارب والجيران ونشوف بعضينا. يختلف طبعا الوقت دلوقتي عن الأول من ناحية الظروف اللي احنا فيها الكورونا وطبعا كان في اختلاف جامد. وكان نقدر بردك الأولاد بينزلوا في الجناين في جميع الأماكن بردك ما كانش فيه الاحترازات اللي احنا موجودة حاليا فيها. فطبعا في اختلاف يعني برضو احنا واحنا بنقول نساعد الدولة ونقف مع الدولة في الظروف اللي احنا بنمر بيها دي. لو عايزين نوجه رسالة دلوقتي لكل الأولاد وكل الأسر اللي بتسمعنا دلوقتي عشان نمد إيدينا للدولة نقول لهم يا أستاذ أمير. يعني نحاول على قد ما نقدر برضك ناخد بالنا ويكون في طبعا في التباعد. نحاول على قد ما نقدر برضك ما يعني ما يكونش في تجمعات كتيرة. يعني نحاول نساعد على قد ما نقدر عشان بالزبط. نحتوي هذا اللي احنا فيه. انا هرجع لحضرتك تاني عشان نتكلم على القيم المفقوده اللي احنا بندور عليها دلوقتي في عيدنا وفي اسرنا في الاجواء اللي احنا فيها دي. وخاصه انه التكنولوجيا طغت على بيوتنا وعلى اولادنا. حقيقة. هكلم حضرتك في الموضوع دوت بس اسمح لي كده هبص على جانا ياسر. دي الميكروفون من فضلك. جانا بقى النهارده البونبونيه بتاعتنا النهارده بقى هتخلي للعيد كده حس كده وهتقول لنا كده انشوده جميله يعني. مش كده يا جنى؟ خدتي عيدية يا جنى؟ اه. كام؟ 100. ما شاء الله.
سنه سته بتاخد 100 عندكم صح؟ انا عارف ان انت من نزله السمان. لا من ابو سلال؟ اه مش في المنصوريه في ناحيه الهرم كده؟ الحته الجميله بتاعتكم دي اللي كلها كده اصول وجميله يعني. وعارف ان انتوا عندكم جمعيه وعمار اخوكي كان معايا من شويه وكنت بتساعدي في الجمعيه مش كده؟ تعبتي في رمضان؟ كنت ماسكه ايه بقى التوزيع ولا ماسكه التغليف ولا ماسكه ايه؟ لا انا تعبت في الصيام. تعبت في الصيام. جبت من الاخر يعني. طب نسمع بقى الانشوده الجميله بتاعتك يلا. انت نور الله فجرا جئت بعد العصر يسرا ربنا اعلاك قدرا يا امام الانبياء انت في الوجدان حي انت للعينين ضي انت عند الوصف ري انت هادي وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير الرسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا إمام المرسل يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. جدا جميل جدا جدا ما شاء الله. اديها الميكروفون. بشكرك كده على القصيده الجميله الرائعه دي. امسكي الميكروفون كده يا حنين. طيب خدي الميكروفون يا سلمى. سلمى انا عارف ان انت بقى ما شاء الله فنانه وعندك رسومات. وريني كده رسمك ايه؟ اعرضي كده رسمك على الكاميرا هنا كده. امسكي لها الميكروفون يا جنى. اعدلي كده رسمك كده هنا. ايوه جميل ما شاء الله ما شاء الله على الابداعات. اقلبي اقلبي يا ولد يا ولد ما شاء الله يا عيني. ارفعي. لا بس اثبتي شويه كده عشان ايوه عشان الرسم يجي كده. جميل جدا جدا. الانتقال من 2020 ل 2021 ما شاء الله. ودي الوانك الجميله دي يا سلمى. العصفورين بقى وماشي جميل رائع وكاتبه اسمك وبتاعه. تسلمي. طيب الصوره الاولانيه دي مش هتلونيها كده واحنا قاعدين؟ اشتغلي فيها كده ولا هي بالابيض واسود كده؟ هي كده. طب ادي الميكروفون لسلمى. سلمى قولي لي يا سلمى خدتي عاديه؟ معاكي كام؟ 350. 350؟ بس لسه العيله هتديني. لسه هيبقى اكتر من كده؟ هو انت حدائق الاهرام غير بيدوا فلوس. طيب ماشي مش هنتكلم بقى. بيدوا فلوس يعني. قولي لي ادي الميكروفون للي بعدك يا سلمى كتر خيري. عائشه هتقول لنا حاجه؟ عائشه ما اعرفش. طيب خدي يا امل الميكروفون. سنه كام يا امل؟ رابع. انا برضو عارف انك بترسمي كويس. ورينا كده الرسم بتاعك. امسكي لي الميكروفون يا سلمى. وري الرسم بتاعك للكاميرا يلا. طب احنا كده مش شايفين حاجه. انت لسه هتلوني؟ طيب سلمى قولي لي يا سلمى مين تحب تقولي له دلوقتي كل سنه وانت طيب وانت باصه للكاميرا كده؟ العيله كلها. مين بقى مين اكتر حد عايز تقولي له كل سنه وانت طيب؟ عمته. عمته وماما. وماما وسته. وسته. طيب العيد ده احلى ولا العيد اللي فات؟ ولا ده ولا ده. امال انهي عيد كان احلى؟ اللي قبل كورونا. اه كلنا متفقين على الموضوع ده يعني. انا عايز اقول لكم على خبر حلو وخبر مش حلو. الخبر الحلو ان انا موجود معاكم وانتم موجودين معايا. والخبر اللي مش حلو ان الاخراج بيقول لي ان الوقت قرب يخلص وان الفقره الاولانيه خدت وقت اكتر. بس انا مبسوط جدا ان انتم موجودين ومبسوط اني انا سمعت صوتكم. وان شاء الله باذن الله ممكن نكررها تاني. احنا لسه معانا شويه وقت يعني. وطبعا حنين ضحكت عليا وما قالتش حاجه. وعائشة ضحكت عليها وما قالتش حاجة يعني. ها؟ عائشة
هتقولي كل الله واحد يا عائشه حافظها؟ طب امسكي الميكروفون يلا، برافو عليكي. قولي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما شاء الله تبارك الله. خدت هديه يا عائشه؟ كام؟ 20 10 50 حنين اللي عارفه اكتر. هي اللي عارفه حنين اللي عارفه. خدت هديه يا حنين؟ خدت كام؟ مش عارفه. مش عارفه وهي بتقولي هي اللي عارفه، انتوا الاثنين مش عارفين. طب بقول لك يا حنين، بتلعبي في العيد يا حنين؟ تنزلي في الشارع تلعبي وكده؟ لا. ولا مفيش لعب السنه دي؟ مش بلعب تحت في الشارع. والله العيد عندنا السنه دي الحلو اللي فيه اللي احنا بس بنلعب مع اصحابنا في الشارع بس. يعني بيبقى في فرصه تلعبوا مع اصحابكم في الشارع؟ اه. بس بنبقى واخدين الاحتياطات بتاعتنا مثلا والكمامات وكده وما نلمسش بعض. ينفع يعني؟ ينفع صح؟ اه. ما احنا لازم نخلي بالنا من الموضوع ده. طيب انا هرجع لك تاني عشان اكلمك على رساله شكر تبعتيها لكل الناس اللي بيساعدونا في اللي احنا فيه ده، بس خليني هرجع مع الاستاذ امير. استاذ امير، واحنا بنتكلم على التكنولوجيا اللي طغت على بيوتنا طبعا. واثرت علينا حتى في العيد مش عارفين نفرح حقيقه. فايه الرساله اللي ممكن حضرتك تبعتها لكل اولياء الامور اللي بيشوفونا دلوقتي ونقول لهم ايه؟ والله على قد ما هنقدر احنا بنحاول نبعد الموبايلات عن الاولاد، لان الموضوع بقى صعب صراحه مع الجيل كله ده، مشكله جيل كامل يعني صراحه. نازل فاهم موضوع التكنولوجيا، بيتعامل معاها وضع سهل بالنسبه له، وده بياخد وقت كتير منه. فعلى قد ما نقدر هنحاول نبعدها عنهم ونلهيهم في رياضه، نلهيهم في حاجه تفيدهم، في يحفظوها كنشيد كقران كاي حاجه تنفعهم لمستقبلهم افضل طبعا من التكنولوجيا. طب استنى بس، استنى اديله الميكروفون. طيب يعني انت لو عايز تعلق على الكلام ده هو تعلق بالميكروفون اتفضل. واحنا لو لعبنا رياضه هيبقى احسن لينا بدل التكنولوجيا. فاحنا برضو انا ما بحبش. علي صوتك عشان مش سامعين. حاضر. انا ما بحبش امسك التليفون كتير، انا بحب العب رياضه. انا موهبتي بحب العب كوره قوي الصراحه يعني. فبنزل العب في الشارع شويه صغيرين وبطلع ببقى واخد الاحتياطات مع بتاعتي الكحول والكمامه وكده، وببقى بلعب بكمامه. فبحب العب الكوره بس. انا ان شاء الله ان شاء الله بعد لما ان شاء الله ربنا يزيح عن الغمه دي عنا ان شاء الله، بابا هيوديني نادي هلعب فيه ان شاء الله كوره، عشان ايه بقى موهبتي تزداد اكتر. طب استنى خلاص، انا مبسوط جدا بكلامك ده، وانه انت بتحس كل الاولاد اللي من سنك ان هم يلجأوا للعب الرياضه او للجوء للرياضه افضل من المكوس في التكنولوجيا وقت كبير. ولكن هرجع تاني للاستاذ امير واقول لك انه احنا طمحنا ننظم الموضوع، لان مش هنعرف نمنعه لانه هو بقى موجود ومتفرض. ولكن لو ننظمه مش يكون افضل؟ طبعا اكيد هيكون يعني يبقى مثلا في وقت معين ممكن الاولاد تمسك فيه الموبايلات ووقت يسحب منهم الموبايل. بالظبط اكيد. انا بعمل كده في بيتي برضك مع اولادي نفس الوضع كده، ننظم الموضوع. بيكون في تنظيم مش بصفه مستمره الموبايل على قد ما نقدر، والولد بيبقى عايزه طبعا بصفه مستمره، فاحنا بنحاول نقلل الموضوع ده شويه ونلهيه في حاجه تانية برضك مفيده ليه. ان احنا نعمل له جدول بالزبط. ونرتب له اموره بشكل نوزع فيه الاستفاده بالظبط. يبقى في جزء الموبايل، ولكن في جزء بقى تحصيل كم معرفي، كم ثقافي، كم ديني بالزبط. يعني نقدر نرتب الموضوع ده بالظبط حاجه زي كده. وبرضك انا عندي اولادي برضك في بلهيهم في حاجه برضك تانية كزراعه، بيزرعوا برضك حاجات نباتات في البيت في البلكونه، فبرضك بيطمنوا عليها، بتاخد من وقتهم شويه. جميل انه بتستفيد من خبرتك انت كمشرف على مجموعه من حدائق الموالح بالظبط، بانه خبرتك في موضوع الزراعه انك تنقل الموضوع ده للبيت. للبيت يعني احنا ممكن نقول انه من ضمن الحاجات الجميله بنشجع عليها اهلنا اللي بيتفرجوا علينا موضوع الزراعه في البيت. الزراعه في البيت حتى لو في البلكون يعني، حتى تبقى حاجه بسيطه وتكون تاخد من حيز الاولاد وقت برضك، وهيتابعها اليوم بيومه، هيشوف زرعه بيكبر يوم عن يوم، بتختلف برضك معاه. طيب خليني اقطعك سنه اتفضل، لان هنكلم حد من صاحبات الطله الجميله تاني على الشاشه، على شاشه الصحه والجمال. تمام. معانا الاستاذه هند شاهين مقدمه البرنامج الرائع اسرار الحياه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بكم. اهلا وسهلا. وكنا يعني
بنقول فين الأستاذة هند وغايبة عننا في العيد ليه؟ ربنا يخليك ده حضرتك، كل سنة وانت طيب، وكل سنة أسرة برنامج حضرتك بخير وسعادة يا رب. برنامج الرائع الجميل أسرار الحياة اللي فعلا بنقول إنه يعني وجه آخر للاطلاع على كل ما هو جديد حوالينا، وأنا بشكرك على البرنامج الرائع ده. ربنا يخليك. احنا طبعا البرنامج بتاعنا بيكشف سر من اسرار الحياه مع كل جيل. واهم حاجه هو يكون برنامج بيأدي رساله كويسه للجمهور وللمشاهدين. انا عارف انه الهاند ميد بقى والصناعات اليدويه والحاجات اللي بتتعمل كده في البيوت، انك بتتبني هذه الواجهه والفكره وبتخرجي من البيوت بتاعتنا اجمل ما فيها. اكيد احنا بص احنا هدفنا ان احنا نزل الفوادر الصغيره اللي محتاجه مساعده. ناس كتيره بيبقى شغلها كويس جدا احسن من شغل ناس كبيره ومعروفه، فهم عايزين بس فرصه عشان يزوروا الشغل بتاعهم. انا كمقدمه برنامج اسرار الحياه انا واستاذه ايريا بنحاول بقدر الامكان ان احنا ننزل الفوادر ديت بحيث ان يكون بعد كده مشوار كويس لهم ويقدروا ان هم بالحلقه ديت الناس تعرفهم. في جديد في الفترة اللي جاية بتقدم لنا حاجة في الفترة اللي جاية تاخد بإيد المجتمع وتعمل مشاريع؟ أكيد إن شاء الله. إحنا الفترة اللي جاية بإذن الله عندنا مفاجآت كتيرة جدا من الضيوف بتوعنا، وإن شاء الله هنقدم حاجة كويسة مختلفة عن كل الحلقات بإذن الله. أنا بشكر ليكي طلتك الجميلة تاني ما حرمتناش منها، ربنا يحفظك بصوتك الطيب. أسرار الحياة إن شاء الله يعني مستمر ومتألق بوجود المقدمة الرائعة أبلة هند شاهين، وإن شاء الله بإذن الله نتابع البرنامج بتاعك إحنا وكل المشاهدين عشان نشوف أسرار جديدة من الحياة بتاعتنا. أنا بشكر ليك، ربنا يحفظك. والحقيقة إحنا وقتنا خلص يا أستاذ أمير، يا نور يا آدم يا جنى يا حنين يا سلمى يا عائشة يا أمل، الوقت خلص، وكنت أتمنى إن إحنا نطول معاكم أكتر من كده شوية، ولكن إن شاء الله يبقى لينا وقت تاني نحتفل بيه معاكم. انت عايزه تقولي كلمه؟ طيب ادي الميكروفون لو سمحت، هنختم بيها بسرعه كده. يلا تقولي ايه بقى لكل اللي بيساعدونا من الاطقم بتاعه الاطباء والشرطه والجيش وكل الناس اللي سهرانه علينا، نقول لهم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، ونقول لهم ربنا يعينكم على اللي انتم فيه. اه طب ادي الميكروفون لسلمى بسرعه، تقولي ايه يا سلمى لكل اللي بيساعدونا وسهرانين على راحتنا، نقول لهم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. انا بشكركم، بشكر ليك تواجدك معايا يا استاذ امير ونور وادم، بشكركم ان شاء الله يكون لنا لقاءات ولقاءات ثانيه. اعزائي المشاهدين، كنا نتمنى الوقت يطول اكتر من كده، نعيد معاكم ونفرح معاكم، ولكن وقتنا خلص، وعد باللقاء ثاني ان شاء الله. حتى نراكم كل عام وانتم بالف خير، عيدكم مبارك، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله.